السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة منير. اليوم معايا دكتور محمد سامي، طبيب أسنان في مجمع مشرفة الطبي بجد. أهلا يا دكتور. يا هلا بحضرتك. ازيك؟ نورتني. الله يخليك، شكرا لذوقك. مشاكل الأسنان كتير، منها التسوس، وأسباب التسوس هو تراكم الجير على الأسنان. عايزاك يا دكتور تكلمني عن أسباب تراكم الجير وإزاي نتفاداه. هو عندنا في الوطن العربي معظم المشكله بتبقى مشكله هيدن شويه، مشكله الجير. معظم الناس بتبقى ماشيه بالاسنان مش متخيله ان في جير بيبقى مستخبي بداخل اللثه. الجير في حد ذاته هو شيء بسيط وتافه، لكن مشاكله كبيره جدا. يكاد يكون كل مشكله بتحصل في الفم سببها جير في الاول. تمام. فعشان كده دايما بنصح الناس ان احسن حاجه تعملها ان انت تعمل فولو اب، دايما تعمل متابعه دوريه كل 4 شهور. تمام. عشان تتخلص من الجير وتعفي نفسك من المشاكل بتاعته اللي هي كتيرة جدا. اولا بيدي ريحة فم سيئة جدا في الصباح. تمام. الجير نفسه هو اللي بيبدأ التسوسات. معظم التسوسات اللي بتحصل بيكون سببها في البداية مجرد جير على الاسنان. الجير عبارة عن ترسبات اكل لازقة على الاسنان مستخبية، ما بيبقاش معظم المريض شايفها الا لما تبقى كبيرة جدا. فالجير هو اكبر مشكله دايما بتواجه المريض العربي بصفه عامه يعني. طيب التسوس، ممكن تكلمني عن انواع التسوس؟ هل في كذا نوع من التسوس؟ طبعا في كذا نوع من التسوس، وده برضو بيرجع للنقطه الاولانيه بسبب الجير. ممكن الجير يكون من الاسنان من الجنب، ممكن يبقى في التسوسات في الاضراس الخلفيه. تمام. فلكل نوع تسوس بيبقى ليه نوع من انواع الحشو اللي هو تحت بند العلاج التحفظي. تمام. ان انا اوكي مشكله اكتشفتها بدري بسبب ان انا عملت تنظيف جير في تسوس. لو في الاسنان الاماميه بنلجا للحشوات التجميليه، اللي هي بيكون بحيث انها تكون لونها ابيض كوزموتيك اكتر، ما تبانش خالص، الشخص الغريب ما يشوفش ان في حشوه، ما حدش يقدر يعرفها. شبه ممكن تفوت على الطبيب كمان نفسه ما يعرفش ان في حشو تجميلي في المنطقه. الاضراس الخلفيه في اوبشنز بقى، ممكن اعمل حشو معدني لو مثلا المريض انا حاسس ان هو عنده هاي كيرز اندكس، ان هو عنده اسنانه بتسوس بسرعه، ممكن احط له حاجه لونها مش مثالي قوي بس عمليه جدا، زي حشوات الامالجم او بيسموها البلاتين، تبقى في الاضراس الخلفيه. لو مثلا واحد مريض سموكر، تمام، ابدا ارشح له في الاضراس الخلفيه ان هو يحط الحشوه الميتال انها بتعيش اطول، ما بيحصلش كلينيكال فيلير بسرعه معاها. انما في الاسنان الاماميه طبعا بنحط الحشو التجميلي اجباري عشان الواجهه بتاعه البيشنت بتاعي. وفي نفس الوقت بديله نصيحه بان هو يعمل فولو اب دوري عشان لو عنده جير ينظفه بسرعه، فما يحصلش اي فيلير لاي ريستوريشن هو عملها. تمام. طيب نطلع لفاصل وهرجع لكم تاني، استنوا. رجعنا لكم تاني مع دكتور محمد سامي، طبيب أسنان بمجمع مشرفة بجدة. يا دكتور، احنا اتكلمنا عن الجير والتسوس الاسنان. تمام. هل في فرق ما بين الجير الاسنان او التسوس في فرق العمر ما بين الصغار والكبار؟ اكيد طبعا بيختلف الكيرز اندكس عند المريض. تمام. لان الطفل هو اكتر طفل او اكتر بيشنت بيبقى مدمر للاسنان، لان معظم الدايت بتاعه عباره عن حاجات ستيكي كلها حلويات والى ذلك، فبيبقى التسوس اسرع جدا مع الاطفال. تمام. فاذا ما حاجات ما تلحقتش بسرعه ممكن تلاقي الاسنان بسهوله خالص مع الطفل واصله العصب، بيحتاج علاج عصب. عشان كل سن في مع الطفل بيبقى له ميعاد معين في الخلع بتاعه، ما ينفعش يتخلع بدري والا الطفل يدخل في مشاكل اكبر، واللي هي التقويم. لو الضرس اتدمر معاه يدخل في تقويم. فاه طبعا في فرق في التسوس، الماتيريال تكاد تكون واحده، بس في فرق في طريقه التعامل، لان الطفل عموما اهم حاجه في مع طبيب الاسنان ان هو مش بس بياخد خدمه طبيه، لا، هو اهم حاجه ان احنا نتعامل مع الطفل بجنتله ونحاول نعمل بيشنت كنترول عليه قدر المستطاع، عشان الطفل ده مش بس ياخد خدمه طبيه، لا، ما يحصلوش سايكولوجيكال تروما، لان هو هيتعامل مع انسترومنت وفي تخدير وما الى ذلك. فلازم التعامل نفسه مع الطفل يكون بحرص عشان ما تأذيهوش سيكولوجيا اكتر من ان هو فقط بياخد الحشو. اما الكبار فاحنا اتكلمنا عنهم، الحشو بتاعهم يكاد يكون يعتمد على حسب الحالة وعلى حسب المريض.
ده بالنسبه للحشو العادي، انما في حاجات تانية طبعا. طيب تسوس الاسنان، في ناس عندها فوبيا من دكتور الاسنان بيخافوا يروحوا، فهل لو تسوس طرت التسوس فتره طويله فسبب لتاكل السن او الضرس او كسرها، هل دي ليها حل؟ طبعا هي كده المشكله كبرت كده، هو انتقل من العلاج التحفظي اللي هو السن اللي كان متسوس تسوس سطحي مثلا، غالبا بيكون مريض زي كده لو عنده فوبيا من دكاتره الاسنان بينتقل تلقائي للكاتيجوري اللي بعده على طول، ان هو بقى مريض محتاج علاج عصب، ودي بتبقى اخر تشانس عشان تحاول تنقذ بيها السنه او الضرس او وات ايفر اللي كان مسوس معاه تمام، عشان يديله فرصه تانية، يديله عمر تاني، بيبدا يعمل جلسات روت كانال تريتمنت، يحاول يحافظ على الضرس عشان يتفادى الامبلانت، لان المرحله اللي ما بعد كده لو الضرس يعني خلاص ما فيش اي تو ستراكشر باين، يبقى خلاص وصل لمرحله اكستراكشن، بقت مرحله هوبليس. فدايما الروت كانال تريتمنت هو بياخد شويه وقت طبعا، غير الحشو العادي العلاج التحفظي، بس في الاول في الاخر بيفيد المريض جدا ان هو يديله فرصه ثانيه، بس المريض نفسه في نفس الوقت لازم يبقى هو يعني يعمل ستارت جديده مع نفسه، يتصالح مع اسنانه بالبلدي تمام، علشان لو فضل ماشي على نفس المنوال اللي كان ماشي بيه قبل كده تمام، هيلاقي نفس النتيجه في الاخر، المشاكل برضو ما بتنتهيش معاه، فلازم هو يغير من اسلوب التعامل بتاع الاسنان بتاع التعامل بتاعه مع اسنانه. طيب كل قد ايه المفروض نزور الطبيب ونشيل الجير؟ المفروض على حسب المريض، لو المريض انا شايفه ان هو محافظ بقول له تعالى كل 6 شهور اعمل تشيك اب تمام، لو في جير بتشيله، لو المريض انا حاسس ان هو مش محافظ قوي زي بعض المرضى فبقول له لا تعالى اقرب، تعالى كل 3 شهور، تعالى كل 4 شهور يعمل تشيك اب، لو عنده جير اوكي بيشيله تاني، يبقى كده حمى نفسه من ان هو ايه اي ريستوريشن عملها يحصل لها فيلير. لو مفيش ما لقيناش مشكله يبقى المريض ما خسرش حاجه، بالعكس هو كده وفر فلوس تمام، وكسب ان هو مطمن على نفسه، نعيد عليه الانستراكشنز تاني ازاي يتعامل مع سنانه، ازاي يحمي نفسه من ان هو سنانه تسوس تمام. لو في اي كونسلتيشن بعد كده كل مشكله في بدايتها بتكون بسيطه، بتكون علاجها بسيط صحيح. وتكلفتها كمان بسيطه. طيب انا عايزاك تدينا نصيحه بقى كده في البيت ازاي نحمي سناننا من التسوس ومن زياده الجير بشكل سريع. دايما هقول طريقه استخدام الفرشه نفسها تمام، ما يكونش الطريقه عنيفه جدا مع الاسنان عشان ما يجرحش اللثه، فاللثه ما تفتحش معاه تبدا تراكم اكل بداخل اللثه، فبالتالي هيهرب من ان هو اسنانه تسوس تمام. معجون الاسنان دايما يتنقل ما بين المعاجين المختلفه عشان ياخد فايده كل نوع، ما يثبتش على نوع واحد، لان ما فيش فينا حد عايش في البيت لوحده، هي في الاول في الاخر هي انبوبه واحده محطوطه. يعني بنغير الانواع طبعا طبعا. كل قد ايه؟ كل ما تخلص نغير الانواع؟ لما تخلص الانبوبه بتغيرها، لان في انواع ثانيه، في انواع بتعمل تبيض، في انواع بتدي حمايه 12 ساعه في انواع ثالثه الاسنان الحساسه، لو واحده انواع رابعه للثه، فيتنقل ما بين الانواع عشان ياخد فايده كل نوع. في حاله الثبات، حالة الثبات هو اتس اوكي، لو الوضع ثابت فاصلا مش دايما اللي بيعجبني بيعجب غيري، انا شخصيا بما اني دكتور اسنان بتعامل مع المرضى بيبقى قريب جدا من المرضى، فبستخدم معجين اسنان فيها منتول عالي، فيها نعناع عالي، عشان وانا بتكلم ببقى واثق من نفسي تمام. غيري ممكن يكره المنتول العالي كده، يحس ان هو في احساس مش لطيف معاه، فيبدا يهرب من السنسيشن دوت، يجيب حاجات ثانيه جنتل اكتر. فمش دايما كل نوع هيعجب كل الناس، وعشان كده دي فايده ان انت بتجربي كذا نوع لحد ما تلاقي نوع سيوتابل معاكي بتبداي تركزي عليه. تمام، ومعلوماتك مفيده جدا. الله يخليك، شكرا لذوقك يا فندم. هنشوفك بقى حلقات ثانيه ان شاء الله باذن الله، تكون معانا بيشنت كمان باذن الله. اشكرك دكتور محمد سامي، طبيب اسنان بمجمع مشرفه الطبي، نورتنا. اهلا بك يا فندم، اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.